تغطي عليها بشكل واضح استراتيجيات وخطط واضحة من أجل التنمية الاقتصادية في اليمن، من أجل إخراج هذا الوضع اليمني الذي هو ظل في حلقة مفرغة، لأنه مشكلة عندنا عدم استقرار يضعف التنمية، عدم وجود تنمية يضعف الاستقرار والأمن. إذن المعادلة الصعبة في قضية الأمن والتنمية هذه هي اللي محتاجين نحن نكسرها، الحلقة المفرغة، لأنك أنت محتاج بأنك تقوي الأمن لكي يتحسن الاستقرار. ويتحسن الاستقرار يعني ما تقول صحيح إذا انطلقنا من حسن النوايا الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني أنه الأمريكيون هم جمعية خيرية الآن يريدون مساعدة اليمن، لا أهداف لا مصالح، فعلى اليمنيين أن يتقبلوا هذا الأمر كما يتقبل الفقير والمحتاج. صح، الأمريكيون والعالم ليسوا العالم عالم مصالح. طبعا هو العالم مصالح، هذا ما كنت أريد أن أقول بالتأكيد. طيب. وبالتالي ما حد يعني ما يقوم به العالم الآن في شراكته للإقليم مع اليمن ليس من باب إعطاء الصدقة أو منظمة خيرية. في الطب في مقولة تقول الوقاية خير من العلاج. طيب. لاحظ أنت على صعيد العالم الآن والمنطقة اللي نحن نعيش فيها، ماذا يكلف الغرب والتحالف الغربي من أموال في داخل أفغانستان نتيجة أنهم تركوا الأمور تتفاقم؟ الآن في الغرب عنده 100,000 جندي تقريبا هناك يصرف 100. يعني ما زلنا في لحظة تحميل المسؤولية للحكومات لا 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 أو لا لا للمجتمعات. لا لا خليني أكلمك ليش جاي يساعدنا، لأنه هو الآن إذا كان ترك الأمور تتفاقم في اليمن هو حيدفع 10 أو 100 ضعف ما مصلحة يعني. يعني هذه المصالح ما هو طيب. العالم بتتقاطع مصالحه. طيب. من مصلحتي أنه يكون في استقرار في اليمن لكي يحصل التنمية، ومصلحة العالم أنه يكون في استقرار. إذا نحن يجب أن نتيجة تقاطع المصالح يجب أن نتعاون، هذه هي الشراكة. طيب. هذه هو الشراكة. طيب جيد. جيد، هل ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد فعلا أن ترسي نظاما ديمقراطيا، أن تساعد على تنمية الديمقراطية إذا جاز التعبير داخل اليمن كما تقول وتدعي دائما في طروحاتها؟ أنا أجيبك من خلال المؤتمر القادم اللي هو في برلين، مؤتمر أصدقاء اليمن والولايات المتحدة شريك يعني أساسي في هذا المؤتمر. قلت لك في داخل مؤتمر برلين هناك ستتكون مجموعتين، مجموعة من ضمن المجموعة الكبيرة مجموعة برئاسة ألمانيا والإمارات العربية المتحدة مسؤوليتها في الأساس لمساعدة اليمن والتعاطي معه فيما يخص تقدم يعني السياسة اليمنية على صعيد الحكم الرشيد والتنمية السياسية. جي. ومجموعة أخرى برئاسة مشتركة من قبل هولندا والأردن، وهي مسؤولة بالأساس عن التعاطي ومساعدة اليمن على صعيد قضية تطبيق القانون والعدالة. طيب. إذن يعني تنشئة المؤسسات تريد أن وبناء المؤسسات. أن الاستراتيجية الأمريكية تريد إرساء نظام أيضا أو تشجيع الديمقراطية في اليمن. سيام حكم رشيد. عندنا دقيقة واحدة قبل نهاية الحلقة، رأيك في هذه المسألة، مسألة الديمقراطية لو سمحت. سيد وشلي. سيد حميد. أيوة نعم. اتفضل. الحديث معي؟ نعم تفضل. أولا أنا حديث مستقرب وهذا تعودناه من السلطة ومن أتباع السلطة، أن الدولة دائما سعت وتنحو ومعتمدة منذ أن وصلت إلى السلطة على التسول والشحاتة. لم تنهج هذه الدولة على سياسة الاعتماد على الذات، نحن دولة لدينا موارد كثيرة يعني بشرية يعني طلعنا ونفطية وسياحية، ولكن عودنا هذا النظام على أن نكون شحاتين ومتسولين. يا أستاذي ماذا عن الأمريكيين؟ ماذا يريد الأمريكيين؟ ماذا عن الأمريكيين ومسألة الديمقراطية بسرعة لو سمحت؟ طبعا كما ذكر أن الأمريكان ليسوا جمعية خيرية يعني، ولا يسعوا من خلال دعمهم في دعمهم سواء كان المادي أو العسكري هو حبا في الشعب اليمني، هذا غير صحيح على الإطلاق. هم يسعوا إلى ترسيخ نفوذهم وقواعدهم وسيطرتهم على هذه البلد والتحكم في ثرواتها وفي مستقبلها وفي سياساتها الخارجية، ومقابل إعطاء بعض المساعدات البسيطة والتافهة كي يصبح هذا النظام نظاما عميلا صافيا
يستمع ويطيع أسياده ومواليه في الولايات المتحدة. سيد وشدي، أتينا إلى نهاية الحلقة. أشكرك جدا من كنت معي من برلين. أشكر السيد أحمد الحميقاني كان معي من واشنطن، والشكر الكبير للدكتور محمد عبد المجيد قباطي. كلمة أخيرة، 10 ثواني. أخي تستخدم كلمات التسول والشحاتة ونظاما عميلا وأسياده، وقلنا لك العالم عالم مصالح، تتقاطع مصالح العالم، مصلحتي ومصلحتك أحيانا نلتقي مع بعض. ماشي جيد، شكرا جزيلا لك أيضا على المشاركة، شكرا لمتابعتكم أمريكا والعالم مع موضوع جديد الأسبوع المقبل، تابعونا.